الجزء الثاني من القصة ديال الدمية المسكونة في مصر. كانت واحد السيدة اسم ديالها رجاء، كتسكن قرب من الأم اللي رمات الدمية في الشارع في الجزء الأول. داك السيدة كان عندها متجر ديال الدمم، وكانت كتعشق الدمم المسكونة. وكانت داك النهار في الليلة رجع لدارها، فإذا بها كتعثر على الدمية اللي رمات داك الأم. داك الساعة هزات داك الدمية وداتها لدارها وحطاتها حدا التلفازة. واحد شوية جبدات الحاسوب ديالها كتقلب على المجموعة الجديدة ديال الدمم باش تجيبهم المتجر ديالها. وتما كانت المفاجأة، لقات الصورة ديال الدمية اللي لقات في الزنقة مكتوب عليها الثمن غالي بزاف. ديك الساعة تعجبت، قالت علاش الثمن ديالها غالي. وديك الساعة بدات كدير البحث، لقات بأن الناس كاملين كيهضروا عليها على ديك الدمية بأنها مسكونة. وتما كانت الأمنية ديالها تحققت، قالت وأخيرا لقيت الدمية المسكونة. ديك الساعة هزت الدمية وحطتها في الكرسي وقالت للدمية، إلا كنتي فرحانة في التلفازة، وإلا كنتي حزينة خليها شعلة. تما داك الساعة ردات عليها الدمية، بدات كتطفي الضوء كتشعلو وكتطفي التلفازة وتشعلها. وتما رجاء عرفت بأن الدمية كتتكلم عن طريق الكهرباء. قالت رجاء للدمية، أنا سعيدة جدا حيت لقيتك. وفي غشت 2010 اكتشفت بأن الدمية عبارة عن شخص وليس دمية. ومن بعد أسبوع الدمية عن طريق الكهرباء تكلمت الدمية مع رجاء مرة ثانية، وقالت لها عن طريق الكهرباء بأنها توفت وهي في عمرها 103 عام، الاسم ديالها مايستيكل. واكتشفت رجاء بأن الدمية كتملك القدرة عجيبة. وكانت هذه النهاية الجزء الثاني من القصة الدمية المسكونة في مصر.